بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التحليل الإحصائي عبر برنامج SPSS. درسنا النهاردة غاية في الأهمية، وهو كيفية وضع أسئلة الدراسة لاستبيان معتمد أو كيفية بناء استبيان لأسئلة معتمدة. يعني أحيانا طالب الماجستير أو الدكتوراه بيحط الهدف الرئيسي من الدراسة وبيحط أسئلة اسمها Research Questions وبيروح يعتمدها من مجلس القسم. بعد ما بيعتمد الأسئلة ما بيقدرش يغير فيها، لأنه عشان لو يغير فيها بيروح مجلس قسم تاني ومجلس كلية، بيدخل في قصة طويلة، خصوصا لو كان مبتعث فبتكون الإجراءات أصعب وأصعب. فإذا اعتمد الأسئلة بيكون صعب جدا تغييرها، بتاخد حركات وأوقات روتينية كبيرة. الأفضل هنا أنه يبني الاستبيان بما يخدم الأسئلة المعتمدة دي. طب لو عندنا العكس، لو أنا عندي استبيان معتمد، يعني استبيان اوريدي معتمد من هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي، أو استبيان في الطب معتمد أو في أي مجال وبيكون العلماء اعتمدوه وخلاص أقروه حطوه في الكتب كمرجع، فبياخدوا الباحث وبيطبقوا، بيشيروا إليه إنه البحث متاخد من مجلة كذا أو من كتاب كذا أو من الجهة الفلانية. لما بيكون الاستبيان جاهز ومعتمد أنا مبقدرش أغير فيه، ما اقدرش اغير في الاستبيان، فانا لازم ابني اسئله بما تتوافق معي. شفتوا ازاي؟ فانا عندي قسمين، القسم الاول لما يكون عندي استبيان جاهز زي ده استبيان اهو تقويم المقرر معتمد من هيئه الاعتماد الاكاديمي والتقويم اللي في المملكه العربيه السعوديه. الاستبيان ده لو انا عايزه احلله لازم احط اسئله تتوافق معاه، ما ينفعش احط سؤال زي ما هنشوف دلوقتي هالف لكم اسئله ما اقدرش اجاوبها من الاستبيان زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. طيب نبص على الاستبيان ده الاول. يبقى احنا الاول دلوقتي هنتكلم في الجزء الاول. يبقى الجزء الاول عندي استبيان معتمد، ازاي ابني اسئله تصلح له او اسئله مناسبه لهذا الاستبيان. طيب انا عندي الاستبيان ده طبعا انا كنت سجلت لكم ورشه عمل عليه قبل كده، اللي هو اول درس خالص في السلسله اللي هو تحليل الاستبيان تقييم المقرر. فهنا الاستبيان مكون من ثلاث محاور، وعندي المحور الاخير او السؤال العام اللي هو التقويم العام. عندي المحور ده 4 فقرات، والمحور اللي قبله من فقره 4 الى 19، والمحور الاولاني من فقره 1 الى 3. فعندي 4 محاور، وعندي شويه اسئله ديموغرافيك فوق. لو تشوفوا هنا اسم المقرر طبعا ده مش متغير، لان لما احط اسم المقرر مثلا ماث او ستاتستيك او خلاص هو مقرر ثبته. اسم البرنامج او القسم هنا بيختلف، احيانا يكون المقرر الواحد بيتدرس في اكتر من قسم زي الاحصاء، معروفه الاحصاء بتتاخد لكل الاقسام، بتتاخد في المحاسبه، بتتاخد في السكرتاريه، بتتاخد في الموارد البشريه، في البنكيه، حتى في التخصصات الادبيه. فاحيانا بيكون كورس واحد لاكتر من قسم، فهنا القسم متغير. الفصل الدراسي والسنه غالبا لما بيكون نفس الاستبيان على نفس المقرر في نفس الفصل الدراسي ما بيتغيرش، بيكون الفصل الدراسي الحالي والسنه الحاليه اللي احنا فيها، يعني غالبا ما بنقارنش ده بالسنه اللي قبلها او اللي قبل قبلها، ولو انه ممكن طبعا، لكن اللي بيحصل انه دايما احنا بنحلل الواقع الحالي ما بنربطوش بالقديم. طيب يبقى انا عندي تقريبا هنا متغير وحيد هو اللي فاريبل متغير اللي هو القسم. فهنا انا عندي متغير اندبندنت واحد اللي هو القسم الديبارتمنت، وعندي 4 سيكشن للاستبيان. السيكشن الاول اسئله خاصه ببدايات المقرر، ايه اللي كان حاصل في بدايات المقرر. الاسئله المحور الثاني اسئله خاصه بما يحدث خلال المقرر within the course، ايه اللي حصل، واسئله على تقويم المقرر نفسه وافادته العلميه بالنسبه ليا. والمحور الاخير وهو سؤال واحد فقط اللي هو الرضا العام عن جودة المقرر. طبعا هنا ده الاستبيان، الاستبيان معتمد. طيب انا عايز احط اسئلة، ايه الاسئلة اللي ممكن احطها؟ تعالوا نستعرضها مع بعض. اولا ممكن احط اسئلة وصفية، يعني اسئلة تتحلل بالديسكريبتيف استاتستيك، يعني مجرد تكرارات ونسب متوسطات وانحرافات معيارية، زي كده ما هو مستوى تقييم الطلاب لطريقة بداية المقرر، دي الاسئلة الخاصة بالمحور الاول. ما هو مستوى تقييم الطلاب لما حدث خلال المقرر؟ ده الأسئلة الخاصة بالمحور الثاني. ما هو مستوى تقييم الطلاب للمقرر؟ ده المحور الثالث.
ما هو مستوى جودة المقرر بشكل عام بالنسبة للطلاب؟ ده السؤال الأخير اللي هو يعتبر محور لحاله، اللي هو سؤال 24. دي أسئلة تعتبر أسئلة اسمها أسئلة وصفية، يعني عشان أحللها فقط هجيب تكرارات نسب مئوية متوسطات تبع المقياس ليكارت الثلاثي أو الخماسي بحسب بناء الاستبيان. طبعا نرجع للاستبيان عشان نشوفه، هنلاقي إن الاستبيان كان 1 2 3 4 5 خماسي المقياس، فهنا طبعا المتوسطات بتتقسم تبعا لمقياس ليكارت الخماسي وافق بشدة إلى لا وافق بشدة. طيب نكمل مع بعض نشوف ايه الاسئله التانية اللي ممكن احطها. هل في اسئله انا ممكن احطها فروقات بين المجموعات؟ نعم، اللي هي بتتعمل بالطرق الاحصاء الاستدلالي، انوفا تي مان ويتني، لو كانت البيانات نون بارامتريك، كريسكل واليس كده. ممكن اقول هل توجد فروق ذات دلاله احصائيه في وجهات نظر الطلاب فيما حدث في بدايه المقرر تبعا للقسم؟ ده اللي هو المحور الاول، يعني هنا هجيب الفروقات في المحور الاول تبعا للقسم، وهل توجد فروقات في المحور الثاني تبعا للقسم، وفروقات في المحور برضو الثالث تبعا للقسم، وبشكل عام هل توجد فروقات في تقييم مستوى جودة المقرر تبعا للقسم؟ لان زي ما قلت لكم انا الاستبيان ده ما عنديش اي فاريبل فيه الا القسم، اندبندنت فاريبل ما فيش عندي الا القسم. لو كان عندك مثلا الجندر ذكور واناث حط هل توجد فروق تبعا للجنس. لو كان عندك ايج، لو في الاستبيان محطوط العمر الاعمار الطلاب كنت برضو ممكن اعمل فروقات تبعا للعمر، لكن انا زي ما قلت لكم انا ببني اسئله تبعا لايه؟ تبعا للاستبيان اللي بين ايديا، الاستبيان المعتمد. طيب خلينا نقول سؤال غلط. طيب لو قلنا هل توجد فروق ذات دلاله احصائيه في التقييم العام للمقرر تبعا للعمر، هل اقدر انا اجاوب على السؤال ده؟ بالطبع لا. لماذا؟ لان لا توجد بيانات عمر، هجيبها منين بيانات العمر؟ الا اذا انا بقى مررت استبيان تاني او مررت ورقه تانيه على نفس الناس شفت اعمارهم ودمجت البيانات دي مع الاستبيان، بس دي قصه تانيه، احنا بنتكلم على الاستبيان ده بدون اي تغيير. انا ما اقدرش اتكلم عن العمر، ما اقدرش اتكلم على الجنس، ما اقدرش اتكلم على الحاله الاجتماعيه ولا على الدخل، لانه البيانات دي مش موجوده في الاستبيان. تمام؟ طيب تعالوا نشوف هل دي بس الاسئله اللي انا ممكن احطها على الاستبيان ده ولا في اسئله تانية؟ لا، في اسئله تانية، ان انا عندي محاور فانا اقدر اربط المحاور ببعض عن طريق بيرسون، لان انا بعمل متغير تجميعي للمحاور زي ما هنشوف في الاس بي اس اس، فاقدر اربط المحاور. يعني هنا مثلا حطيت لكم سؤال هل توجد علاقه بين تقييم الطلاب لبدايه المقرر وتقييمهم لما حدث خلال المقرر؟ ده بيتجاب ازاي؟ علاقه ريليشن. ادي الاستبيان بتاعي وادي المحور الاول، عملت له متغير تجميعي، والمحور الثاني والمحور الثالث. طبعا لو شفنا هنا في الداتا اهو هنشوف ان المحاور التجميعيه دي ما بقتش موافق بالشده وكده، بقت ارقام، بقت سكيل. ليه؟ لانها متوسطات فبقت سكيل. فاقدر دلوقتي اجاوب على السؤال ده بمنتهى السهوله، اللي هو السؤال انه هل توجد علاقه بين بدايه المقرر وما حصل خلال المقرر، يعني اربط المحور الاول بالمحور الثاني. اجي من هنا analyze، طبعا لو كانت البيانات طبيعيه تتبع التوزيع الطبيعي، احنا مش هنختبر دلوقتي انها طبيعيه ولا لا، احنا بس بنوريكم الاسلوب الاحصائي انه اقدر اربط محورين ببعض اهو عن طريق بيرسون، اقدر اجيب معامل الارتباط وطلع في علاقه، في علاقه بين بدايات المقرر وبين ما يحدث اثناء المقرر، ففي علاقه طرديه 54% وطبعا significant عند مستوى معنويه 1%. فهنا انا اقدر احط اسئله استدلاليه زي ما انا عايزه، زي ما انت شفت اهو حطينا برده ممكن اربط المحور التقييم الطلاب بالجوده العامه، المحور اللي هو الثالث بالرابع وهكذا. يبقى انا دلوقتي اقدر احط اسئله ارتباطات بين المحاور وبين بعضها، واقدر احط اسئله فرق، واقدر كمان احط ريجريشن على فكره، اقدر احط انحدار. ازاي احط انحدار؟ اقول هل تتأثر درجة الرضا على المقرر تبع باختلاف القسم؟ لأن أنا عندي القسم هو المتغير الوحيد الاندبندنت، فأقدر أحول بدل ما أقول فروقات أحول سؤال الفروقات ده أحوله ريجريشن، أحوله انحدار، أقول هل تتأثر درجات الرضا العامة عن المقرر بتغير أو بتغيير القسم؟ هنا أعمل سيمبل لينير ريجريشن. شفتوا إزاي؟ فأنا أقدر أعمل من الاستبيان ده ريجريشن، اقدر اعمل كورليشن ارتباط، اقدر اعمل انوفا اللي هو اختبار الفروقات اللي بين
المجموعات. طبعا لو كانت الاقسام اكتر من 2 بيبقى بالانوفا تيست، لو كانت بس قسمين مثلا محاسبه وسكرتاريه قسمين 2 بس بيبقى بالتي تيست او المان ويتني طبعا بديل النمبر ميتر. وطبعا الاسئله الوصفيه احنا عارفينها واستعرضتها معاكم قبل كده كتير، اللي هو بحللها بالطريقه دي استعرضتها معاكم. ارجو ان انتوا تشوفوا اول درس في السلسله بتاعتنا، استعرضتها معاكم اهو. بنحط كده، بنحط اسئله المحور وبنحط العدد والنسبه المئويه والعدد والنسبه المئويه لكل اختيار، بعدين بنحط المتوسط المرجح للاوزان والانحراف المعياري، بنرتب الفقرات وبنكتب الاتجاه العام المقابل للمتوسط ده. يعني هنا 3.71 مقابل لوافق، اما 4.34 مقابل لوافق بشده، طبعا لمقياس ليكارت الخماسي اللي انا افردت له حلقه كامله اسمها مقياس ليكارت الخماسي وكيفيه وزنه الوزن النسبي. اوكي، فده التحليل ودي طريقته، طريقه عرضه وطريقه القراءه بتاعته. استعرضنا الكلام ده احنا في درس قبل كده، فده اسمه تحليل وصفي. يعني ده كده وصفي، الصفحه دي وصفي، هنا برضو المحور الثاني وصفي، برضو ده وصفي، هنا وصفي. فكده احنا الوصفي طبعا بيكون له تيبل ورسمه، كل محور تحط له تيبل وتحط له رسمه وتعلق مين اعلى حاجه ومين اقل حاجه والمتوسط العام للمحور ده. بالنسبه للتحليل الوصفي استعرضناه، استعرضنا طريقته، استعرضنا ازاي نحط الاسئله. طيب تعالوا ندخل على المثال الثاني او القسم الثاني. لما يكون عندي دراسه انا ببنيها من اول وجديد، من البدايه خالص، ما اخدتش اي حاجه من اي حد، ما اخدتش استبيان معتمد وما اخدتش دراسه حد قبلي ولا اي شيء، انا بالف دراسه من راسي، بحطها من دماغي. طيب تعالوا نشوف دراسه انا مالفها لكم، انا مالفها اهو، يلا نشوف مع بعض. الدراسه بسيطه، يعني اخترت لكم دراسه بسيطه جدا كده عشان ايه نجرب بس فيها، انها هنعمل اثر الاعلام في متابعه الانديه الرياضيه. يعني هل الاعلام بيأثر على الناس انها تتابع ماتشات الكوره والانديه الرياضيه والاهلي والزمالك والهلال والنصر والكلام ده، ولا الاعلام ملوش دور في مساله متابعه الانديه الرياضيه؟ الناس بتتابع الانديه الرياضيه من غير اعلام، ده مثلا موضوع انا حطيته. طيب انا هحط اسئله، يعني انا اللي بحط اسئله من نظري، من وجهه نظري كباحثه. حطيت سؤالين، ما هو مدى انتشار متابعه الانديه الرياضيه بين افراد عينه الدراسه؟ يعني اصلا هل العينه دي بتتابع الانديه الرياضيه ولا لا؟ ما انا ممكن اكون رايحه دار رعايه مسنين، عامله دراستي على دار رعايه مسنين واصلا ما بيشوفوش كوره ولا بيتابعوا الانديه الرياضيه ولا بيتابعوا الرياضه خالص، فممكن تكون اصلا الانتشار مش متحقق. فانا لازم اسال في البدايه، هل في انتشار في العينه محل الدراسه؟ لان العينات بتختلف طبعا، لما اروح لفئه الشباب غير لما اروح لفئه كبار السن، لما اروح للناس الاصحاء غير لما اروح للمرضى، دول لهم اهتمامات، دول لهم اهتمامات مختلفه. فهنا السؤال الاول، ما هو مدى انتشار متابعه الانديه الرياضيه بين افراد عينه الدراسه؟ السؤال الثاني، ما هو اثر الاعلام في متابعه الانديه الرياضيه من وجهه نظر افراد الدراسه؟ انا حطيت سؤالين، انا حطيتهم بنيتهم من وجهه نظري، بعدين هبتدي ابني فرضيات الدراسه. الفرضيات طبعا من الاثر، هنزل من الاثر اقول ان في فرضيات توجد. طبعا الاولاني ده ما بيكونش له فرضيه، ده احنا بنجيب المدى وبنجيب المتوسطات وبنعلق عليها، فما بنحطلوش فرضيه، بنحط الفرضيه بقى على الاثر والفروقات، لان الاثر بيتعمل بالريجريشن الانحدار والفروقات بتتعمل بالانوفا او التي تيست، فبنحط هنا الفرضيات طبعا للسؤال ده الثاني، السؤال اللي هو سواء الفروقات او الاثر او كده، فبنحط الفرضيات. توجد علاقه بين متابعه الانديه وبين الاعلام، يعني في علاقة بين التأثير الإعلام على متابعة الأندية. السؤال الثاني حطيته، تتأثر متابعة الأندية الرياضية بكل من الإعلام والجنس والعمر والدخل الشهري. ممكن طبعا أعمل لكل واحد سؤال لوحده، ممكن أحطهم مع بعض، ده كده مالتيبل ريجريشن، لكن لو حطيت حاجة واحدة فيهم، يعني لو قلت تتأثر متابعة الأندية الرياضية بالإعلام، ده اسمه سيمبل لينير ريجريشن، يعني انحدار بسيط، فزودت متغيرات اندبندنت دخلتها بقى مالتيبل ريجريشن كده. طبعا حطينا سؤال رابع، توجد فروق ذات دلالة، طبعا هنا تتأثر خلاص. السؤال الثالث، توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مدى انتشار متابعة الأندية الرياضية تبعا للجنس والعمر ومستوى الدخل والأسرة. توجد فروق، يبقى هعمل هنا تي تيست، هعمل هنا أنوفا وهنا أنوفا. أيضا السؤال اللي بعده، توجد فروق من وجهة نظر حيال اثر الاعلام
تبعا للبيان الشخصيه. يعني لاحظوا معايا السؤال ده نفس السؤال ده، بس ده الفروق في الانتشار، هنا الفروق في اثر الاعلام. فهنا انا حطيت الاسئله كده، انا دلوقتي ما عنديش استبيان، عايزه ابني استبيان، حطيت اسئله وانا متخيله استبيان في ذهني ومتخيله ازاي هيكون الاستبيان. اولا عشان تبني الاستبيان، افضل شيء لبناء الاستبيان انه يكون كالتالي، تحط شويه ديموجرافيك داتا في الاول، 4 5 اسئله بيانات شخصيه، وما تكترش، ما تحطليش 20 سؤال بيانات شخصيه، لانه ده بيعمل بعد كده مشكله انك لازم تربطهم بالمحاور، فكل ما تكون البيانات الشخصيه لك كبيره كل ما تبقى مزعجه في التحليل، ولو تجاهلتها برضه هتكون مزعجه في المحكمين، هيقول لك ليه تجاهلت الدخل ما اتكلمتش عنه، ليه تجاهلت السكن منطقه السكن، ليه تجاهلت المنطقه الجغرافيه. لو انت حاطط بيانات كتير ديموغرافيك وما ربطتهاش بالمحاور، المحكمين في المناقشه هيقولوا لك انت ليه تجاهلتها، طب ايه لازمتها، حطيتها ليه، شفتوا ازاي؟ فاللي تحطه تستخدمه، واللي ما تستخدموش ما تحطوش. اوكي طيب، انا دلوقتي هحط الاستبيان بالطريقه دي، هحط محورين اتنين، محور او كيف نبني هذه لهذه الأسئلة استبيان. هنبني دلوقتي مع بعض الاستبيان مع بعض. حطيت متغيرات ديموغرافيك 3 فقط، الجنس والعمر والدخل فقط، ما كترتش لأني هربطهم. لو أنا عايزة أحط بقى المنطقة السكنية، لو عايزة أحط المستوى التعليم، لو عايزة أحط الحالة الاجتماعية، متزوج غير متزوج، اتس اوكي، حط زي ما أنت عايز، بس لو هتحطها اربطها، ما ينفعش إنك تحطها وما تربطهاش تبقى مالهاش أي لازمة. اوكي طيب، هنربط بقى دلوقتي، هنحط المحور الاول اللي هو انتشار متابعه الانديه، والمحور الثاني اثر الاعلام. بس ادي الاستبيان عملته بمنتهى البساطه، 10 فقرات هنا وسبع فقرات هنا وثلاثه ديموجرافيك، يبقى كله على بعضه كام؟ 20 فقره. المحور الاول لاحظوا كل الفقرات العشره بتخدم المحور الاول، يعني بناء الاستبيان ما حطش فقره ملهاش علاقه بالمحور. يعني هنا خلونا نقرا مع بعض، انتشار متابعة الأندية. أول سؤال، أحرص على مشاهدة جميع المباريات، فعلاً ده يدل على الانتشار. تاني سؤال، أتابع عن كثب مراحل التصفيات، برضه يدل على انتشار متابعتي. تالتة، أتابع برامج التحليل الرياضي. الرابعة، أتابع أخبار اللعيبة. الخامسة، أشجع وأتعصب. الستة، أعلق عن النتائج عبر وسائل التواصل زي الواتساب، الفيسبوك، التويتر، كده. سبعة، أحترم مشجعين النادي الآخر أو المنافس. 8، فوز أو خسارة النادي المفضل ليا يأثر على حالتي النفسية. 9، أقيم علاقات اجتماعية بسبب تشجيع النادي. و10، أقيم حفلات فوز للنادي المفضل ليا. طبعا أنا لا أتابع أي نادي أولا، يعني بس أنا أقول لكم ما عنديش وقت أصلا أتابع يعني الأخبار مش النوادي، لكن أنا عملت استبيان ده كده، يعني استبيان بسيط يعني. فالاستبيان ده أنا بنيته زي ما انتم شايفين، كل الفقرات بوزيتيف، كل الفقرات بوزيتيف في اتجاه موجب، والاتجاه دوت يخدم الايه؟ الاعلانات دي انا عايزه اشيلها، يخدم المحور. اوكي تعالوا نشوف المحور الثاني، اثر الاعلام. هنا بقى شويه فقرات الفتها تخدم المحور برضو، الاعلام يعد الاعلام، يعد الإعلام البرامج الرياضية، يعد يعني الإعلام هو اللي بيعمل إعداد، يعد الإعلام البرامج الرياضية إعدادا مناسبا لتلقي الجمهور معلومات حول الأندية، يعني بيعمل إعداد جيد للبرامج. يختار الإعلام الوقت المناسب لعرض المباريات، يتسم بالصدق والوضوح، يستعين بالمتخصصين والمؤهلين، تتصف البرامج الرياضية بالتأثير المتبادل، يحفز الإعلام على متابعة الأندية، تتكاثف وسائل الإعلام في نشر الفعاليات. وفعلا ده بيحصل، يعني كل ده فعلا بيحصل، بس للأسف الأثر ما بنشوفوش إيجابي للأسف قد ما بنشوفه سلبي، ودي من الظاهرات السيئة جدا والمرفوضة، واللي الواحد سبحان الله يعني ترك متابعة الأندية ومتابعة الرياضة ككل بسبب للأسف التعصب وسوء الخلق والكلام السيء كتير اللي احنا بنشوفه في الانديه ومتابعه الانديه. يعني فعلا انا زمان وانا شابه صغيره وما زلت شابه طبعا الحمد لله، كنت بشوف، كنت يعني كنت انا مشجع النادي الزمالك متعصبه وانا صغيره قبل ما اتجوز بقى وفي العشرين وكده، كنت ما فيش ماتش لنادي الزمالك الا واشوفه واتعصب له، لكن لما كبرت بصراحه وشفت السخافات اللي بتحصل والشتايم والسب والضرب بتوصل لحد القتل
صراحة تركت متابعة الكرة بالكلية، يعني بالكلية بعد ما كنت مشاهدة ومشجعة ومتعصبة، تركت سبحان الله مشاهدة النوادي دي بالكلية، لأن بصراحة كلها للأسف إلا من رحم الله، الله يصلحهم يا رب العالمين. فده الاستبيان بتاعنا حطيناه بناء على إيه؟ تبعا على الأسئلة اللي أنا حطيتها. كده الاستبيان بتاعي يخدم يجاوب على كل الأسئلة دي بنجاح، مفيش أبدا سؤال ما أقدرش ما أجاوبوش، لا كل الأسئلة هجاوبها. أوكي؟ طيب في حاجة تانية أنا عايزة أقولها لكم قبل ما أختم الدرس بتاعنا ده. لما يكون عندي مش استبيان بقى محاور، لما يكون عندي مثلا 40 فقرة وعايزة أحلل بالفاكتور أناليسيس، أنتوا عارفين فاكتور أناليسيس، أنا عملت له طبعا محاضرات كتيرة. الفاكتور أناليسيس ده لما بيكون عندي أسئلة كتيرة، والفاكتور أناليسيس هو اللي بيحول الأسئلة دي إلى محاور، يعني مثلا أسئلة عن عمل المرأة ومعوقات عمل المرأة وتحديات عمل المرأة ومزايا عمل المرأة وإيجابيات وسلبيات وأثره على الأسرة والكلام ده كله، فأنا بحط أسئلة 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 مش متصنفة. بعدين لما بحط الفاكتور أناليسيس هو اللي بيطلع لي كل باكج يحطها مع بعض. أنا لما بقرأ الأسئلة اللي طلعت، مثلا طلع 5 أسئلة في عامل وخمس أسئلة في عامل و10 أسئلة في عامل، لما اقرا مثلا عامل 5 اسئله الاقيها كلها عن الاسره، فاقول اسمي المحور ده اثر عمل المراه على الاسره. لما اقرا مثلا اسئله تانية كلها عن الفلوس والاقتصاد وكده، اسميه اقول مثلا الاثر الاقتصادي لعمل المراه في الاسره. لما احط مثلا اسئله تانية الاقيها كلها بتتكلم عن معوقات ومشاكل للمراه، فاكتب اسميه معوقات عمل المراه. ده انا بقسم الاستبيان لكن بعد التحليل وليس قبله. يعني هنا الاستبيان ده ما حدش يجي يقول لي انا هنا هعمل فاكتور اناليسيس، انا لا يصلح، لان انا اصلا حاطه اسئله وحاطه لها عنوان، محور اول محور تاني. لكن لما بيكون الاسئله ملهاش عنوان والمحور ملوش تحتيه فقرات، فانا بدخل على الفاكتور اناليسيس، والفاكتور اناليسيس هي اللي بتحول لي الفقرات دي الى ايه، بتحولها الى ايه، الى محاور. المحاور دي انا بعد كده ببني لها اسئله. يعني انا عملت محاور، خلاص ابدا بقى اربط المحور ده بالمحور ده، او اعمل موديل ريجريشن موديل، اقول انه المعوقات مع العائد المادي من عمل المراه مع مثلا اثره على الاسره بيؤدي الى مثلا عمل المراه او تركها للعمل، استمرارها في العمل، نيتها البقاء في العمل او تركها في العمل. شفتوا ازاي؟ فمن خلال الفاكتور اناليسيز ببني الاسئله. يعني احيانا يا جماعه الاسئله بحطها بعد تشكيل الاستبيان وبعد التحليل، يعني مش غلط ان انا احط الاسئله بعد التحليل، لانه ساعات التحليل هو اللي بيقودني الى نتائج انا ما كنتش متخيلاها، فبغير الاسئله. يعني انا كنت بحلل بحث لطالبه مبتعثه في امريكا، وكانوا حاطين اسئله، البروفيسور الامريكيه كانت حاطه لها اسئله. لما جينا نحلل الاستبيان كانت الاسئله غلط، كانت الاسئله غلط، يعني ما تتحلش من الاستبيان. الاسئله في جهه، الاسئله جدا فلسفيه، والاستبيان ما فيش فيه الفلسفه دي، الاستبيان مش عايز فلسفه، الاستبيان عايز يكون نفس السؤال انت بتسال عنه في اسئله الريسيرش كويشن، او بتسال عنه مثلا عموما جنرال. لكن اسئله فلسفيه ما ينفعش اتكلم فيها بقى في الاطار النظري، لكن انت ما ينفعش تتفلسف في الاسئله بتاعت الريسيرش كويشن. فعدلت لهم الاسئله بتاعت الريسيرش كويشن واعتمدوها وشكروني، حتى شكروني يعني رسمي انه انا عدلت لهم اسئله البحث، لان اسئله البحث كانت محطوطه ما تخدمش الاستبيان، ما تتجاوبش، هنجاوبها منين؟ شفتوا ازاي؟ يعني مثلا لما انا اجي اقول هنا مثلا الاستبيان ده انا بنيته وعملته، لما اجي احط سؤال اقول اثر الناس اللي دخلها مرتفع مشاركتها او متابعتها الانديه الرياضيه اعلى من الناس اللي دخلها منخفض، طب فين الدخل هنا اصلا عشان انا يعني اتكلم عليه؟ فبالتالي ما اقدرش طبعا احط سؤال مش موجود في الاستبيان. كمان بالنسبه قبل ما اختم درسنا، بالنسبه للابحاث الطبيه، الابحاث الطبيه يا جماعه لها تعامل مختلف تماما. يعني انتوا شايفين هنا مثلا الابحاث العاديه الاجتماعيه بتكون كلها اغلبها زي ما انتوا شايفين كده محاور، وبتكون المحاور كلها ليكارت سكيل، سواء ثلاثي او رباعي او خماسي. الابحاث الطبيه ما بتكونش كده، غالب الابحاث الطبيه بتكون كلها مالتيبل تشويز، يعني بتكون الاسئله كلها مالتيبل تشويز، وبتكون كمان الخيارات مختلفه. يعني مثلا ايه الامراض اللي انت بتعاني منها، كذا 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 كذا، حاجات مختلفه. طيب متى اول مره ظهر لك المرض،
فترة كذا كذا كذا، أسئلة مثلا من 5 شهور، من سنة، من 6 شهور. طيب إيه الوصفات اللي أنت بتمشي عليها؟ وصفة طبيب ولا وصفة صيدلي ولا من الإنترنت؟ طيب سؤال تاني، إيه مدى تأثير الإعلام على حالتك الصحية؟ فالأسئلة كلها بتكون مختلفة. هنا أغلب الأبحاث الطبية بيكون معالجتها باستخدام الكاي سكوير تيست والأوتس ريشيو، اللي هي نسبة الخطر، والكاي سكوير بتاع الاسوشن أو العلاقة، وبيكون بنتعامل مع فاريبل فاريبل. فلذلك لما باجي احط اسئله على طول بيكون نفس السؤال اللي في الاستبيان تربطه بالسؤال اللي تحته. يعني مثلا تقول مثلا ما اثر الشعور هل توجد علاقه ذات دلاله احصائيه بين الشعور بالصداع والجنس؟ لو انا مثلا بحث طبي عن الشعور بالصداع، ففي سؤال عندي بيكون في الاستبيان هل تشعر بالصداع؟ اجابته نعم لا. وفي سؤال فوق الجنس، فهقول هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الشعور بالصداع وبين الجنس؟ هعملها بالكاي سكوير. مثلا سؤال تاني، ايه مصادر علاجك او ايه الأدوية اللي انت بتاخدها لما بيجي لك صداع؟ اسبرين ولا حقنة ولا دواء ولا يعني ايه الوصفات الطبية؟ نفس الكلام هربط، هل توجد فروق تبعا للعمر، طبعا للإديوكيشن ليفل طبعا. فبتكون الأسئلة individual، يعني أنا من ملاحظتي للأبحاث الطبية أكثرها بتكون بالطريقة دي، إنك تربط كل سؤال بالديموغرافيك اللي فوق. فعشان كده أنا بقول للطلاب حبايبنا في كليات الطب والصيدلة والأسنان والرعاية الصحية، احرصوا على إن الريسيرش كويشن بتاعتكو تكون نفس الصيغة اللي في الاستبيان. يعني انتوا شوفوا الأسئلة بتاعتكو، عندك مثلا 20 سؤال في الاستبيان وانت حاطط شوية أسئلة، اتأكد ان الأسئلة اللي فوق، الأسئلة اللي في الريسيرش كويشن عندك نفسها موجودة في الاستبيان. انا عدلت الريسيرش كويشن، والله عشرات الريسيرش كويشن عدلتها لانها كلها محطوطة بالغلط. عشان كده وناس ترسلني على الواتساب اعدل لهم، على تويتر اعدل، وعلى يعني ليه؟ لان هم حاطين الأسئلة في جهة والاستبيان في جهة تانية، هم مش فاهمين اللينك اللي بينهم. هو الاستبيان ده هو اللي هيجاوب لك على الأسئلة، فما ينفعش انت تحط أسئلة ما تتجاوبش من الاستبيان، وما ينفعش تحط استبيان ما يجاوبش الأسئلة. شفت ازاي؟ يعني هي جدا ماتشنج مع بعض ومرتبطة. أتمنى أكون وصلت لكم الفكرة ووضحتها لكم بإيجاز وباختصار، وإن شاء الله بإذن الله مع دروس قادمة، درسنا القادم برضو أوعدكم بيه، عشان أنا لما بقول إن شاء الله يعني بكون حريصة إن أنا أعمله قبل ما أنسى. الدرس القادم برضو درس مهم جدا جدا هعمله عن حساب التمييز، صدق المعامل، التمييز ومعامل الصعوبة ومعامل السهولة في الاختبارات التحصيلية للطلاب. شكرا لاستماعكم. الحقوق الفكرية محفوظة لقناتي التعليمية دكتورة أسماء المرغني. طبعا لا أسمح بنسخ المواد التعليمية بتاعتي وضعها على أي اسطوانات بأي أسعار رمزية أو غير رمزية، ولكن بالطبع أسمح بمشاركة روابط في أي مواقع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.